ريق برشد. لا كده 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 الصباع كده تطلع كده. فوق ولا تحت؟ لا كده، لا لا كده بس طبعا كانت يعني تكون اخف شويه، الجسد قل شويه عشان الموديل يجنن حلو جدا، بس طبعا كان لازم تبقى اتهدل يعني اكتر يعني في اماكن تكون لا طبعا مسكر شويه عن كده، وتكون هي اخف شويه يعني اخس شويه، لكن هي بقى انا بحبها على المستوى المهني تجنن. بحبها كمان لما بتتكلم بثقافه عاليه جدا. صح. الشخصيه التاليه نشوف، حضر لي اصبعك بقى. يلا فوق ولا اصبع ده هيتقطع. سيبها مبارك، صراحتك المعهوده. انا مش بحب قوي الست دلوقتي مع انها فيري ترندي قوي. وريني الاصبع بالاول. في النص. لا ما في شيء كده. لا لا معلش خلينا ده. انت وفقا ده انت عم تحكي، مش معناتها ما بتحبه للشخص انت. لا 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 انا خلاص اوكي. لا تحت خلاص أوكي. اوكي انا بحب اكتر على الريد كاربت يبقى حاجه الطف من كده، اشيك من كده. هو فيري ترندي قوي ان البدله الرجالي للسوت تبقى للسيدات، بس انا بحب الست تبقى فيري فيمينين صراحه، شكلها الطف واحلى واشيك. يعني مش موفقه بالاطلاله دي. اوكي الشخصيه اللي بعدها. انا هتضرب على فكره. لا مش هتضرب. سمية الخشب. سمية؟ لا اصبعك فين؟ اصبعي نزلته تحت الطاولة. لا 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 سمية حبيبتي وصديقتي جدا كمان، بس طيب يعني ايه اللي مش عاجبك؟ مش عاجبني ان هو مش عارف مش يعني مش مناسب. هاني عندك فكر معين لو كانت الفنانة بسن معينة في لبس مش لازم بقى تلبسه، ولا لا إذا كان حلو على جسمها تلبس اللي هي عاوزاه؟ هي لازم تراعي أولا طبعا السن، السن طبعا الفترة السنية طبعا، وطبعا لو جسمها مساعد شيكاندو خلاص أوكي تلبس اللي هي عايزاه، بس برضو بمواصفات بتلائم شوية. صح. شخصية تالية ناهد السباعي. لا مش عاجبني. وريني إصبعك. نزول. انت كده على فكره انت كده هتدخلوني في الحيط. لا ده لا انا بالترابيزه. لا مش جاي النهارده عشان احكم ابجدج على صديقاتي. لا انت ده شغلك، دي مهنتك يعني، انت بتشوفها من وجهه نظر مصمم. نحن مش عم نحكي عن اي مصمم هاني يعني. انا عارفه بس انا لا بقول ان الريد كاربت هو يستاهل اكتر من كده اولا. وده عايز جسم اقل من كده بكتير، يبقى اكس سمول مش سمول. الجسم بقى اكس سمول اولا عشان يبقى الفستان ده يبقى اوريدي ما فيش بقى اي بروز خالص. اي ثينك ذيس از تو بيسز. ممكن يبقى وان بيس، ممكن يبقى فيه تول ترانسبيرنت ما بين الجيب وال مش والتوب باين يعني. فممكن أوكي. يبقى عامل فيه لينك عشان فيه انكريستاسيون دانتيه اللي هو على البطن. اوكي طيب. او ممكن يكون يعني يلا خلينا نشوف اللي بعده. طب نبي طلع حلو بقى عشان الناس ما حدش يزعل مني. اروى جوده. اروى طبعا حبيبتي طبعا من الناس الجميلات. رأيك باللبس وبالاختيارات. ورينا الاصبع. طبعا انت عم تحكي الحق. اروى اختياراتها كلها صائبه ولطيفه جدا. مالك صفنت كده وبتفكر؟ لا عشان برضو الفستان ده بالذات كنت انا بقول كان كتير قوي الريش، بس هو هنا في الصوره هنا شكله حلو، شكله حلو الفستان مش وحش. تمام اللي بعده. لا ما كان مش عاجبني. ورينا اصبع. مع ان امينه خليل من البنات الجميلات والاوريدي عندها اختياراتها ساعات متقشره. مشكله فين هنا؟ اول حاجه اللونين مع بعض اللي هو البودي روز مع الابيض مش حابه، والكتير الشراشيب يعني حافه لو كانت وان لاين كلها، لكن هنا طالعه نازله كتير والكم كتير معرضه، وهي جسمها احلى من كده بكتير. طب انتوا يا جماعه النهارده انتوا مختارين حاجات بالعند عشان انا لا 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 عشان لا اختار لا. عشان اقول ده مش عاجبني. ليه عم بتقول لك ليه؟ ليه ما هو اخترت حاجات حلوه انت كمان عاجباك، اخترت حاجات ايه؟ يلا اخر صوره معانا. يا ربنا يستر. اخر شخصيه. لقاء الخميس. هو حلو ومش حلو. حلو من فوق لطيف، تحت برضه منطقه الفخاذ ما في شيء بدك تعطي. انت لو شفته انت مصمم اول مره. لا مش حلو. لا هو حلو بس مش حلو عليها. وريني الحركه الكاميرا مع حضرتك. اوكي خلاص. عشان نكون دقيقين كده انا عندي كده سبعه من نجمات مصر هيضربوني بالشلوت. اوكي شكرا. هم عارفين رايي، انا بحبهم كلهم. هي احنا مش عم نحكي بالعلاقات الشخصيه، نحن عم نحكي بس مهنيا. على فكره في المهرجان مهني. ده لبست من عندي في الاوبننج فستان جينز انا وايهاب العدلي الستايلست، وعملنا الجينز كله بالاستراس وخد السوبر. اوكي فيعني هي طبعا عندهم تمن. اقول لك حاجه، ساعات بيبقى عندهم برضو اختيارات مش موفقه. ليه؟
8 9 ايام وكل يوم في ريد كاربت. اه فمش كل يوم هتتوفق في فستان ما حصلش. طيب فاصل ونعود ونواصل.